أهلا بكم. ننتقل مباشرة إلى الصرح البطريركي في بكركي، حيث انتهت خلوة أحد الفصح التقليدية بين البطريرك الماروني ورئيس الجمهورية، والتي تسبق قداس الفصح. ونتابع الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه الخلوة. المسيح قام. طبعا كانت واضحة، كلام البطريرك كان واضح حول عدم تعطيل المسار الدستوري، ونحن متفقين نحن وياه انه يجب اجراء الانتخابات بأي ثمن وفي موعدها. الحقيقة ما بعرف الشكل يخضع للاستشارات النيابية اللي بده يجريها رئيس الجمهورية ولاحقا الرئيس المكلف، لكن احنا نحكي عن مهمة هذه الحكومة. ما هي مهمة هذه الحكومة؟ مهمة هذه الحكومة إجراء الانتخابات، والمهمة الثانية هي صيانة السلم والأمن في لبنان والحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان وبتطبيق إعلان بعبدة. فخر الرئيس، هل لديكم اي مشكله يعني باجراء الانتخابات وفقا للنص الثاني؟ امبارح البطريرك الراعي حذر من هذا الموضوع، ثانيا يعني من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع الذي وصلنا اليه بالنعم حاليا؟ ليك البطريرك الراعي وانا بهالموضوع متفاهمين ومتوافقين، ومعظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، ولكن كل اللبنانيين يريدون الانتخابات والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة. فإذا كان الانتخابات على قانون الستين هي خطأ كبير، فإن عدم إجراء الانتخابات والتمديد هو خطيئة كبيرة، وعدم إجراء الانتخابات والدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة. من هون يجب على الجميع أن يعتبروا في هذا الأمر. قال انه لا، ما سمعت شو قلت. انا قلت خطيئه مميته عم بقول، لكن بطريرك نفس الشيء قال يجب ان تجري الانتخابات. فخامه الرئيس، بنفهم من كلام حضرتك انك لن توقع على مرسوم او على قانون تمديد المجلس النيابي. كلا، التمديد مرفوض. فخامه الرئيس، بس من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع الذي وصلنا اليه؟ الفرقاء السياسيين بمن فيهم بدرجة أولى المجلس النيابي. ماشي الحال، إذا بلوموا رئيس الجمهورية بس كتير منيح بكفي. فهمت الرئيس، هناك ما بلا ما قلت مهمة رئيسية للحكومة هي الحفاظ على السلم الأهلي. فخامة الرئيس، الحكومة هل ممكن حكومة تصريف الأعمال إجراء الانتخابات؟ طبعا طبعا، هذا الانتخابات بنص عليها الدستور، ما حدا فيه يعطلها، ما حدا فيه يوقفها، ولا أي أمر بيمنع حصول الانتخابات، لا أمر إداري بحول دونا ولا نوعية الحكومة. على كل ما تنسى حكومة تصريف الأعمال لأي عمل اضطراري استثنائي يمكن أن تجتمع. فخامة الرئيس، الدكتور جعجع يرفض المشاركة في طاولة الحوار قبل تشكيل حكومة، وهناك آراء هناك من يرفض المشاركة بالحوار قبل تشكيل الحكومة، هل ستدعو إلى هذا الحوار قبل تشكيل حكومة جديدة؟ سأدعو إلى الحوار، والحوار هو مسار مستقل عن تشكيل الحكومة، هني مسارين مستقلين، سأدعو إلى الحوار طبعا. ومبارح كمان البطريرك طالب أنه هيئة الحوار يجب أن تكون تصبح هيئة وطنية دائمة. أخذت الرئيس، هناك من يقول بعض آراء دستورية تقول بأنه رئيس الجمهورية ليس صندوق البريد يأتي يعني
يحق له أن يناقش، طبعا يناقش رئيس جمهورية ويوجه، ولكن يلتزم أيضا بالدستور. الدستور ينص على استشارات، وهذه الاستشارات هي ملزمة أن تحصل، لكن النتائج الرئيس هو عليه واجب أنه يقدر يعني يتناقش مع النواب، وربما بيوصل إلى وقت بيغير أراء بعض الناس أو بيوجه بعض الناس باتجاه معين. يجب أن يتفقوا، ما في مفر من إقرار قانون انتخاب جديد، يجب أن يتفقوا، ومكونات هذا القانون جاهزة وحاضرة، عليهم أن يقرروا ويعتمدوا على. أي قانون بقروا هو بكونوا عملوا واجباتهم. في أيضا القانون النسبي اللي رفعته الحكومة هو له الأفضلية الأكبر، وكافة مكونات الحكومة وافقت على، لا بالعكس هو اللي له حظ أكبر هو القانون النسبي. وتم الحديث عن قانون مختلط أيضا لا بأس إذا توصلوا لهالمعادلة. فكرة الرئيس خصوصا أن الوضع الاقتصادي عم بيأثر كثير على الشعب اللبناني. نحن منآمن بالرجاء، مع رجاء القيامة، والبابا الحبر الأعظم امبارح بضرب الصليب تكلم عن علامة رجاء كبيرة بالشرق الأوسط من جراء التأملات اللي قالوها اللبنانيين، الشباب اللبناني اللي شاركوا بضرب الصليب، ومن جراء المشاركة والتضامن الإسلامي وقت زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر. وهذا كلام كتير مهم برسم اللبنانيين، يعرفوا حالهم أنه عندهم أمل كتير كبير، ونحن بعدنا منحس أنه لبنان مستقبله واعد، وإذا مرينا بظروف اقتصادية صعبة مؤقتا فسيأتي اليوم، غدا سيكون أفضل. ينعاد عليكم. إذن استمعنا إلى رئيس الجمهورية بعد أن التقى البطريرك الراعي في الخلوة، قال إنه يجب إجراء الانتخابات بأي ثمن وفي موعدها وعدم إجرائها والدخول في فراغ خطيئة مميتة، وهو أكد أنه لن يوقع مرسوم التمديد لمجلس النواب الحالي، وأشار إلى أن القانون النسبي له الحظ الأوفر. الرئيس أكد أنه سيدعو إلى الحوار بمعزل عن تشكيل الحكومة. أما عن شكل الحكومة واسم الرئيس المخلف، قال الرئيس سليمان إن الاستشارات النيابية الأسبوع المقبل هي التي ستحدد ذلك. وتنضم إلينا الزميلة جويس عيئي من الصرح. جويس، ماذا عن وصول الرئيس، وهل علمت ماذا دار في الخلوة بينه وبين البطريرك الراعي؟ نعم يعني روبير، هذه الخلوة التي استمرت نحو 20 دقيقة تطرق فيها الرئيس سليمان بطبيعة الحال إلى الوضع الحكومي المتأزم إذا صح التعبير بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي. وكما بدأ من كلمة الرئيس سليمان يعني كان هناك تداول في استقالة الحكومة وأيضا في موضوع قانون الانتخاب. كما ذكرت روبير، رئيس الجمهورية إذن في هذه اللحظات هو يتوجه إلى كنيسة الصرح الخارجية، وذلك للمشاركة في القداس الإلهي قداس العيد، وهو كرر ما كان قاله سابقا ألا تمديد لمجلس النواب. وعندما يعني سألنا الرئيس ما كيف ستكون الحالة عليها أو كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة، قال لست أعلم كيف سيكون شكل الحكومة، هي حكومة إنقاذ أم حكومة وحدة وطنية، الاستشارات التي سأقوم بها هي التي ستحدد ذلك. وعندما سئل أيضا الرئيس عن يعني هناك ما ينتقده في هذا الشأن ويقول أنه الرئيس ليس صندوق بريد لكي يقوم بهذه الاستشارات، أجاب أنا من واجبي أن أقوم بهذه الاستشارات، ومن واجبي أن أستمع إلى النواب وإلى ما وعندها بعد هذه الاستشارات يحدد شكل الحكومة. أيضا سألنا رئيس الجمهورية عن موضوع الحوار الوطني، وأن هناك من لا يريد المشاركة في طاولة الحوار قبل إنشاء وقبل يعني تعيين حكومة
حكومة جديدة. قال أجاب الرئيس أنا سأدعو إلى طاولة الحوار وبدا مصرا على دعوته، بما معناه يعني بمن حضر إذن رئيس الجمهورية سيدعو إلى طاولة الحوار وسيحدد موعدا لاحقا لها. أيضا اعتبر الكلام الأبرز لرئيس الجمهورية في هذا الصدد روبير قد يكون فيما يخص قانون 60. هو قال إجراء الانتخابات في قانون 60 خطأ، ولكن عدم إجراء الانتخابات خطيئة كبيرة. وأيضا سئل عن رأي البطريرك الراعي فيما يخص هذا الموضوع عندما سألناه، عاد وكرر أن إجراء الانتخابات في ظل قانون 60 خطأ، ولكن الخطيئة الكبرى تكمن في عدم إجراء هذه الانتخابات. هذا بالمقتضب هو إذن كان كلام رئيس الجمهورية بعد هذه الخلوة التي دامت نحو 20 دقيقة كما قلت لك روبير. وأيضا انضمت فيما بعد السيدة الأولى السيدة وفاء سليمان إلى اجتماع تلا الخلوة، وقد شارك فيه أيضا البطريرك الماروني البطريرك السابق مار نصر الله بطرس الصفير. وطبعا استمر هذا اللقاء لنحو 5 دقائق قبل أن يتوجه الرئيس إلى هنا حيث تلا كلمته. إذن روبير، دخل في هذه الأثناء رئيس الجمهورية إلى كنيسة الصرح البطريركي الخارجية ليشارك كما في كل عام في هذه الذبيحة الإلهية، في ذبيحة عيد الفصح. وهو تمنى في هذا العيد أن يكون مباركا على اللبنانيين وأن يحمل الفرح وخصوصا الأمن للبنانيين في هذا العام. إذن هذا المشهد الذي يتكرر في الصرح البطريركي روبير، يبدو أنه يتكرر أيضا تتكرر معه الأزمات الحكومية للأسف، وتتكرر معه المشاكل من عام إلى آخر، على أمل أن يحمل هذا العام الجديد روبير كل الخير للبنانيين. إذن روبير، سننتقل الآن إلى القداس الإلهي الذي بدأ في هذه اللحظات في الكنيسة الخارجية للصرح البطريركي.